بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا أولادنا، طبعا طلاب اليوتيوب احنا مش ناسينكم، احنا كنا بس واخدين ريست كده بتاع العيد وكده، وان شاء الله هننزل برنامج مراجعة او عاملين لكم برنامج مراجعة ان شاء الله كويس جدا. هنشرح كل باب تفصيليا هنا كده، يعني مراجعة سريعة على الباب، تكات الباب وكلام من ده، وفي الرابط بتاع الفيديو هتلاقي في ملزمة اللي هنحل منها في بكرة 60 نقطة على الباب. احنا كده كده طبعا الناس اللي معانا في السناتر بنحل من الكتاب بتاعنا، الكتاب بتاعنا فيه كمية اسئلة مش طبيعية بنحلها في الحصة، وبنحل اللي واقف معاهم في الحصة وياخدوا منها واجب. طبعا عشان نحل الحاجات دي كلها على اليوتيوب الموضوع هيبقى صعب جدا، لان الوقت هيبقى ضيق شوية، فاحنا هنحل على قد ما نقدر من الاسئلة اللي واقفة معانا في على اليوتيوب ان شاء الله. طب نخش في البرنامج بتاعنا ايه؟ هنراجع الباب الاول ونحل الملزمة بتاعته، هنا هتلاقي الملزمة في الرابط. هنحل الباب الثاني، هنراجع الباب الثالث الرابع. العضوية بنقسمها فيديوهين، جزء اول فيديو، جزء ثاني ان شاء الله ايه فيديو. الناس تلتزم معانا والله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. الفترة دي محتاجة شدة شوية، دوس بنزين شوية عشان ربنا يكرمك ان شاء الله. تعالوا نشوف يلا كده الباب الاول يا جماعة، اللي هو ايه؟ العناصر الانتقالية. احنا هنراجعه ان شاء الله، هنلمه كده في كام تريك كده. اولا لما بنقسم الباب بنقسمه لجزئين، جزء خاص بالحديد بتفاعلاته باستخلاصه بالحاجات دي كلها باكاسيده، والجزء الاولاني اللي هو خاص بالتوزيع الالكتروني للعناصر النقليه بصفه عامه اللي هي السلسله الاولى، الجزء اللي خاص بحالات التاكسد، اللي خاص بالخواص العامه وهكذا. طب ما تيجي نشوف كده العناصر الانتقاليه اللي هي السلسله الاولى. احنا طبعا خدنا السلسله الاولى اللي هي من السكنديوم لحد الخرسين. طيب تعالوا نشوف كده يلا واحده واحده. من السكنديوم اهو 21، ها تيتانيوم 22، فانديوم 23، كروم 24، منجنيز ها 25، حديد 26، كوبالت 27، نيكل 28، نحاس خرسين 30 ها 29. كلنا عارفين ان احنا لما بنيجي نوزع العناصر دي كلها بتبدا بالايه؟ ها؟ ارجون 18، 4S 3D 2 1، هنا ارجون 18، 4S 3D 2 ها 2، ارجون 18، 4S 3D 2 كام؟ 3، ارجون 18 ها 4S 3D المفروض 2 4، بس عشان الذره تبقى مستقره اكتر ها بنحط هنا واحد وهنا كام؟ 5. يبقى اول حاجه عندنا توزيع غير منتظم للكروم، شذوذ التركيب الالكتروني للكروم عن مبدا البناء التصاعدي، لان الذره بتبقى اكثر استقرارا لما يبقى المستوى الفرعي دي ايه؟ نصف ممتلئ. يبقى اول جمله عندنا، اول جزئيه هنلاحظها النهارده، اول حاجه احنا عارفينها حالات الاستقرار. حالات الاستقرار احنا عارفين طبعا ان هما كام حاله؟ 3 حالات. لما يبقى المستوى الفرعي دي 0 او 5 نصف ممتلئ او ايه 10 تم الامتلاء. جميل جدا. طيب نكمل يلا كده. هنلاقي هنا ارجون 18، المنجنيز 4S 2 3 دي كام؟ ها 5. طيب هنا ارجون 18 4S 2 3 دي كام يا جماعه؟ 6. ارجون 18 4S 2 3 دي كام؟ 7. هنا ارجون 18 4S 2 3 دي 8. هنا 4S 3 دي المفروض 2 9، قلنا 1 كام؟ 10، عشان لما يبقى المستوى الفرعي دي تم الامتلاء بتبقى الذرة اكثر ايه؟ استقرارا. طب نخش على الخرسين يلا. ارجون 18 4S 3 دي هنا 2 10. جميل قوي. لما نيجي لأول جملة كنا بنقولها تتعدد حالات التأكسد لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى. طب ليه بتتعدد حالات التأكسد؟ قال لك اولا العناصر الممثله مثلا زي ال 1A او 2A او كده، لما بتيجي تفقد بتفقد الالكترونات بتاعت التكافؤ مره واحده، فبتظهر لها حاله واحده. لكن دي لما بتيجي تفقد الاول بتفقد من الغلاف الخارجي اللي هو المستوى الرئيسي الاول الخارجي. لما تيجي تفقد انا عندي غلاف التكافؤ في العناصر الانتقاليه S و D. طب هتفقد من الاس الاول ولا الدي الاول؟ انت عندك K L M N O. طيب مستر الابعد 4S ولا 3D؟ يعني النواة الابعد 4S، يبقى هو اقل طاقة. تمام؟ فايه اللي هيحصل؟ يبقى هو اقل طاقة، فيعمل ايه؟ الذرة تفقد منه هو الاول. فتبص تلاقي فقدت الاثنين بتوع الاس واديتني موجب كام؟ 2. ماشي. بعد كده هتبص على الدي، هتلاقي الدي اهو
في كم الكترون مفرد؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، هتلاقي واحد هنا اهو واحد هنا، هتبدأ تفقدهم واحد واحد. يعني ايه تفقد ده الاول مع الاتنين يبقى تلاتة، كمان واحد يبقى كام؟ اربعة. طيب يبقى كده التيتانيوم ليه كام حالة؟ اتنين تلاتة اربعة. طب ايهم اكثر استقرارا؟ هتقول لي كام؟ موجب اربعة. اشمعنى؟ عشان موجب اربعة بيبقى المستوى الفرعي دي صفر، تبقى الذرة اكثر استقرارا. طيب هنا هيفقد الاتنين بتوع الاس، بعد كده واحد من الدي، بعد كده واحد من الدي كمان، بعد كده كمان واحد من الدي، يبقى اقصى حالة تأكسد للفناديوم موجب كام؟ موجب خمسة. جميل جدا. خلي بالكم ودي الحالة الاكثر استقرارا عشان الدي هيبقى فيها صفر، وهي برضو الحالة الشائعة. طيب الكروم موجب اتنين، موجب تلاتة، ها موجب اربعة، موجب خمسة، موجب ستة. الناس اللي متابعنا من قبل كده عارفة الكلام ده بيجي منين. هنا موجب اتنين، موجب تلاتة، موجب اربعة، موجب خمسة، موجب ستة، موجب سبعة. هنا موجب اتنين، موجب تلاتة، موجب اربعة، موجب خمسة، موجب ها ستة. بيقف هنا عشان هيحصل الايه؟ الازدواج. لو سيادتك لاحظت هتلاقي اول حاجة عندنا وصلنا لاقصى حالة فين؟ في المنجنيز موجب سبعة، يعني حالة التأكسد بتزيد من السكنديوم لحد المنجنيز وترجع تقل تاني. طيب انت ما عملتش السكنديوم، قال لي لان السكنديوم بيبقى ليه حاله واحده اللي هي موجب كام؟ ثلاثه. اشمعنى؟ عشان بيفقد الاثنين بتوع الاس والواحد بتاع دي مره واحده، يدي حاله تاكسد كام؟ موجب ثلاثه، اللي هي بيبقى فيها دي صفر اكثر استقرار. بعد كده بينزل عدد التاكسد، هنا اقصى حاجه موجب سته، هنا موجب ها خمسه اربعه. نبص عند النحاس نلاقي موجب واحد وموجب اتنين، نبص هنا نلاقي كام؟ اتنين. يعني حاله التاكسد بترجع تقل تاني وتثبت هنا. جميل جدا. السؤال اقصى حاله تاكسد في عناصر المجموعه 3B 3 ماشي، 4B ها 4، 5B 5، 6B 6، 7B 7. طب بتحصل امتى؟ بتتحقق امتى؟ لما الذره دي تفقد كل اللي في الاس والدي تدي اقصى حاله. يبقى لما اقول لسيادتك اقصى حاله تاكسد، اقصى حاله تاكسد لعنصر انتقالي تتحقق من 3B حتى 7B عند فقد كل الكترونات المستويين نقط. تقول لي هو قال لي هنا عنصر انتقالي ولا سلسلة أولى؟ لو سلسلة أولى يبقى 4S و3D. طيب عنصر انتقالي يبقى الـ NS والN ناقص 1D، يبقى ان اس زائد ان ناقص واحد دي. ايه يا مستر الحكايه دي؟ ما هو الصيغه العامه يا جماعه للعناصر الانتقاليه اهي، الصيغه العامه للعناصر الانتقاليه للتوزيع بتاعها ان اس من واحد الى اتنين، ان ناقص واحد دي من واحد الى عشرة. جميل جدا. فلما اتكلم عن عنصر انتقال استخدم الصيغه دي، سلسله اولى يبقى 4S و3D. جميل جدا. هنلاحظ هنا ان اقصى حاله ما عدتش رقم المجموعه، تمام؟ هنا موجب سبعه، اخر حاجه سبعه. طيب المجموعة الثامنة اللي هي ها الحديد كوبالت نيكل، لو خدت بالك هتلاقي المجموعة الثامنة ما تديش رقمها، يعني دي ادت رقمها، دي رقمها، دي رقمها، دي ما ادتش رقمها. اشمعنى؟ لا تعطي حالة تأكسد موجب 8 لأن هي ما بتفقدش كل اللي في الاس والدي عشان بيحصل ايه؟ ازدواج. هنا المجموعة 1B، خلي بالكم ودي حكاية ثانية لوحدها، 2B ودي حكايتين. 1B أقصى حالة ليها كام؟ موجب 2، تمام؟ طيب عدت رقم المجموعه، اقصى حاله تاكسد لا تتعدى رقم المجموعه عدا ال 1B، بتدي موجب 2 وهي رقمها كام؟ ها؟ 1. طب النقطه الثانيه حته كده عندك مش مذكوره قد كده، بس لما اقول لك اقصى ها حاله تاكسد ل 1B يساوي نقط. واحد اقول يا مستر 2، لا ده في النحاس بس، الاثنين دي للنحاس. طب احنا عندنا نحاس فضه ذهب بتوصل لموجب 3، يبقى اقصى حاله تاكسد لل 1B موجب كام يا جماعه؟ 3، اللي هي في الذهب. طب مستر في نقطه كده كنا بنقولها اللي هي يعني ايه عنصر انتقالي ويعني ايه عنصر غير انتقالي. لما اقول لسيادتك العنصر الانتقالي بيكون فيه المستوى الفرعي اف او دي مشغول بالالكترونات لكنه غير تم الامتلاء، تمام؟ سواء في الايه؟ سواء في الحاله الذريه او اي حاله تاكسد. يعني لما اقول لسيادتك مثلا المجموعه 1B
المجموعة 2B. المجموعة 1B عناصر انتقالية، المجموعة 2B عناصر غير انتقالية. جميل. طب ليه؟ ايه السبب؟ تعالى وزع معايا كده يلا. اول مثال هنا مثلا النحاس 29 لما يتحول لنحاس موجب 2 بيحصل ايه؟ الخرصين زد ان 30 لما بيتحول لخرصين موجب 2 بيحصل ايه؟ تعالى شوف. هتلاقي هنا النحاس 4s 3d 1/10 في الحاله الذريه الدي تم الامتلاء. طب هنا 4s 2 3d 10 في الحالة الذرية دي تم الامتلاء، يبقى لا ده انتقالي ولا ده انتقالي. لا استنى، عندك احنا قلنا في الحالة الذرية او المتأينة. طب دي الذرية سواء هنا او هنا الاتنين تم الامتلاء. طب ما تيجي نشوف المتأينة. لما تبص على المتأينة هتلاقي ده موجب 2 يبقى فقد 2، فقد واحد من هنا بقى 4s 0 وال 3d بقت 9. طب في الحالة دي الحالة المتأينة هل الدي تم الامتلاء؟ لا، يبقى في الحالة دي الدي غير ممتلئ، يبقى ده انتقالي. طب هنا تعال نبص، موجب 2 يبقى فقد الاتنين بتوع الاس بقى اس صفر. الثري دي كام؟ 10. جميل جدا. دي الحالة اللي ايه يا جماعة؟ معلش، المتأينة. يعني يا مستر الذرية تم الامتلاء والمتأينة تم الامتلاء، يبقى ده غير انتقالي. يبقى المجموعة بعناصر غير انتقالية ليه؟ عشان في الحالة الذرية أو المتأينة بيبقى المستوى الفرعي 3D تم الامتلاء. لكن المجموعة 1B بتبقى في الحالة الذرية ممتلئ، ماشي، بس في الحالة الغير المتأينة غير ايه؟ ممتلئ. طيب لما أقول لك السلسلة الأولى فيها كم عنصر انتقالي؟ 9. طب السلسلة الثانية 9، السلسلة الثالثة 9 وهكذا. يبقى لما أقول لك عدد العناصر الانتقالية، عدد العناصر الانتقالية في السلسلة الأولى تقول لي كام؟ 9. ليه يا مستر مش 10؟ قلنا عشان الايه؟ عشان الخرصين غير انتقالي، لذلك هنخرجه بره دايما القاعدة بتاعتنا. طيب نرجع للنقطة التانية. لما أقول لك عنصر انتقالي في السلسلة الأولى ليه حالة تأكسد واحدة، واحدة، يقول لي خرصين وسكنديم. لا، سكنديم بس. اشمعنى؟ عشان الخرصين غير انتقالي. لما نيجي نعمل العلاقة البيانية بتاعتنا دي كده اهو، واقول لسيادتك هنا عدد التأكسد وهنا العدد الذري، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي سيادتك العدد الذري لما بيزيد من السكنديم موجب 3 حالة التأكسد، يبدأ يزيد عدد التأكسد لحد ما نوصل للمنجنيز اقصى حالة، وبعد كده ننزل لحد النحاس كده. طيب اقصى حاله هنا عند النقطه دي كده، لما اقول لك الف دي بتعبر عن الايه؟ تقول لي عن ال 25 اللي هو المنجنيز اقصى حاله. طب دي كده ال 21 اللي هو السكنديم، دي كده 29 اللي هو النحاس، دي كده 30 اللي هو الخرصين. تمام؟ يبقى الشكل ده كده بيعبر عن ايه؟ العلاقه بين عدد التأكسد والعدد الذري في عناصر السلسله الايه؟ الاولى. نخش على الخواص بتاعت العناصر بتاعت السلسله الاولى. الخواص العامه عندنا الكتله الذريه، ادي شكل بياني، ادي نصف القطر، ادي الكثافه بتاعتنا. دول ثلاث خواص مهمين جدا ولازم بيجوا في الامتحان بالشكل ده. لما اقول لسيادتك الكتله الذريه لعناصر السلسله الاولى، مش الكتله الذريه اللي هي بتعبر عن الكتله الذريه العدد الذري او كتله مكونات النواه، يعني كتله الذره باختصار. طيب ما هي كل ما نمشي من الشمال لليمين العدد الذري بيزيد والعدد الكتلي بيزيد، يبقى الكتله الذريه بتزيد كده. بس في شذوذ بسيط هنا كده. يعني ايه يا مستر؟ يعني النيكل هنا كده اهو، عند النيكل 28 العدد الذري بيزيد بس الكتله بترجع تقل. مش فاهم. يعني لما اقول لسيادتك حديد كوبالت نيكل، الحديد 56 النيكل 58.9 يو، المفروض ان النيكل النحاس 63.5، المفروض ان النيكل يبقى اقل اكتر من 58.9، يعني 60 مثلا 59، لقيناه 58.7 يو، يبقى قلت ولا لا؟ اشمعنى؟ قال لي عشان النيكل ليه خمس نظائر مستقره متوسط الكتله الذريه بتاعتهم كام؟ 58.7. نخش بعد كده على نصف القطر، ادي نق
كلنا عارفين ان في اي دوره في الجدول الدوري بنعمل كده، بننتقل من الشمال لليمين، العدد الذري بيزيد، نصف القطر بيقل، الميل، جهد التأين، السالبية، كل ده بيزيد. جميل. طيب لما نيجي نتكلم عن السلسلة الأولى الموضوع بيختلف شوية. اشمعنى؟ قال لك نصف القطر بيقل من السكنديوم لحد ما نوصل للكروم، ماشي، بيفضل يقل، يبقى ده طبيعي، ده عادي زي أي دورة. هنا نصف القطر بيقل، أول ما نوصل للكروم بنلاقي عدد العناصر، عدد الإلكترونات في الدي زاد قوي. طيب لما يزيد عدد الإلكترونات بتزيد قوة التنافر. بتزيد قوة إيه يا جماعة؟ التنافر. لما تزيد قوة التنافر بين الإلكترونات في النواة اللي بين الإلكترونات في الذرة بيحصل إيه؟ ها؟ بيحصل زيادة في نصف القطر. يبقى في عامل اللي هو زي الشحنة الموجبة كان بإيه؟ ها؟ بيقلل نصف القطر. هنا ظهر له من أول كروم ظهر عامل جديد عكسه اللي هو زيادة قوة التنافر. فبنقول في الحالة دي بيحصل هنا شبه ثبات، أو بنقول عليه ثبات نسبي. ليه بقى؟ تقول لي لوجود عاملين متعاكسين. العامل الأول بيعمل على زيادة قوة جذب، زيادة بيعمل على نقص نصف القطر اللي هو زيادة قوة الجذب نتيجة إيه؟ زيادة الشحنة الموجبة أو شحنة النواة الفعالة. طب العامل التاني بيعمل على زيادة نصف القطر اللي هو إيه؟ زيادة قوة التنافر نتيجة إيه؟ زيادة عدد الإلكترونات في المستوى الفرعي إيه؟ في المستوى الفرعي دي. طيب وقلنا طبعا بنستخدم الظاهرة دي في الإنتاج السباكي الاستبدالية لأن هي بتتميز بإيه؟ ها؟ بشروط معينة محتاجها اللي هي نصف قطر، خواص كيميائية، شكل بلوري، التلاتة دول يبقوا متشابهين. يبقى شروط السباكة الاستبدالية العناصر اللي داخلة فيها تبقى ليها واحد نفس نصف القطر، اتنين الشكل البلوري، تلاتة الخواص الايه؟ الكيميائية. طيب هنا هناخد الكثافة. طب مش كلنا عارفين ان الكثافة بتساوي ام على في، الرو بتساوي ام على في. طب ما هي الكتله بتزيد والحجم ثابت، يعني دي بتزيد اهي وده يا جماعه الحجم ايه؟ ثابت. في العلاقه في الحاله دي لما اقول كثافه مع عدد ذري يبقى العلاقه كده، يبقى العلاقه ايه؟ كده، تزداد كثافه عناصر السلسله الاولى بزياده العدد الذري. اشمعنى؟ لزياده الكتله مع بقاء الحجم ثابت، لزياده الكتله مع بقاء الحجم ايه؟ ثابت. طب نخش بعد كده على الخواص البارامغناطيسية والديامغناطيسية والألوان والحاجات دي كلها. أولا المادة البارامغناطيسية، المادة الديامغناطيسية. أولا عشان تعرف المادة دي بارا ولا ضايا أنا كاتب عندك في الملزمة بتعمل إيه؟ إزاي تحدد وإزاي تعرف؟ عندي ثلاث خطوات. أول حاجة بنحدد عدد تأكسد العنصر في المادة دي كام؟ ثانياً بنوزع توزيع إلكتروني للأيون ده، ثالثاً بنشوف فيه كام إلكترون مفرد أو فيه ولا ما فيش. المادة البارة كلنا عارفين إن هي تتجاذب مع المجال الخارجي المغناطيسي. ليه؟ قال لوجود إلكترونات مفردة بها. يعني إيه؟ يعني سيادتك لما تلاقي المستوى الإلكترون مفرد كده بيتولد حواليه مجال ايه؟ مجال مغناطيسي اهو. طب المجال المغناطيسي ده هيعمل ايه؟ يتجاذب مع المجال الخارجي. طيب هنا تتنافر مع المجال المغناطيسي، مع المجال المغناطيسي ليه؟ الخارجي. طب ليه؟ قال لي لعدم وجود الكترونات مفرده او لوجود كل الالكترونات في حاله ازدواج. طب ايه اللي هيحصل؟ هيبقى ده لفوق مثلا وده لتحت، ها ده حواليه مجال مغناطيسي في اتجاه وده حواليه مجال مغناطيسي في اتجاه تاني عكس بعض، ينتج عنهم ايه؟ تنافر. طيب لما ناخد المثال بتاعنا زد ان هنا 30، ها هنا اف اي 26، تعالوا نشوف كده. يلا هنلاقي هنا سيادتك أرجون 18 4S 3D 2.10، هنا أرجون 18 4S 3D 2.6. لما تيجي تبص هنا كم إلكترون مفرد هتلاقي زيرو، هنا كم إلكترون مفرد هتلاقي أربعة، يبقى دي بارة ودي إيه؟ ضاية. طب في حاجة اسمها عندنا العزم، وخلي بالكم عشان كلمة عزم المنهج بتاعنا بيقول إن هي إن العزم بيساوي عدد الإلكترونات المفردة، لا هو علميا العزم بيتناسب طرديا مع عدد الالكترونات المفرده، يعني كل ما زاد عدد الالكترونات المفرده زاد العزم، لان العزم اصلا عباره عن حاجه اسمها قوه مغناطيسيه.
القوه اللي بينجذب بيها الايه العنصر ده للمجال المغناطيسي. فلما اقول لسيادتك العزم هنا كام، المفروض تقول لي يساوي تقريبا 4. بس احنا في المنهج بتاعنا بنعتبر كام؟ بنعتبر ايه 4، لكن هو ليه قاعده تانية كده او قانون تاني اصلا بنحسب منه ليه العزم مش تبعنا. طب العزم الماده الضاليه دايما بايه؟ بزيرو، لان هي ايه بتتنافر، لان كل الكترون بيدور حول نفسه في اتجاه عكس الاخر، يتولد حوله مجال مغناطيسي عكس الاخر، فبايه يلاشي كل منهما الاخر. طيب لما اقول لك حدد او صنف الماده دي بارا ولا ضايع، صنف الماده الى ها بارا وضايع، هتقول لي ايه؟ اولا زد ان اس او 4، ثانيا ام ان او 2 مثلا، هتقول لي ايه؟ او ام ان مثلا ها سي ال 2، او مثلا ام ان ها اس او 4 عشان تبقى زيها. ايه اللي هيحصل هنا؟ اولا الخرصين هنا لما تيجي تجيبه هتلاقي ايه؟ الاس او 4 سالب 2، يبقى ده موجب 2، هو الخرصين اصلا ملوش غير موجب 2. طب الاس او 4 سالب 2 ها الام ان موجب كام؟ 2. جميل. اولا لما تيجي تبص على الخرصين في اي ده هي تقول لي عليه ضايع، اشمعنى؟ لان هو دايما سواء حاله ذريه او متعينه بيبقى دي تم الامتلاء. يبقى ده كده ارجون 18 اهو 4s 3d 0 10، يبقى ده ايه؟ ضايع مغناطيسيه. طب هنا وزع كده ارجون 18 4s 3d، المفروض المنجنيز 25، 2 5 فقد 2 بقى 0 5، يبقى ماده بارة عشان في 5 الكترون مفرد. طب العزم هنا هيبقى كام؟ العزم هنا هيبقى 5. العزم هنا هيبقى كام؟ ها 0. جميل قوي. طيب احنا كنا بنقول في حاجه اسمها الايونات الملونه. ايه الايونات الملونه؟ بص يا متعلم، لما اقول لسيادتك تتميز العناصر الانتقاليه بان مركبتها او ايوناتها ملونه، اشمعنى؟ قال لك لان كل ما هو نقط وكل ما هو نقط. كل ايه بقى يا مستر؟ كل ما هو، كل ما هو بارا ملون، يعني اي ماده بارا فيها الكترونات مفرده ملونه. يعني ايه؟ يعني من الدي واحد الى 9 يبقى ملون. عشان كده بنقول بسبب الامتلاء الجزئي للمستوى الفرعي دي من 1 لكام؟ ل9، يعني مش ممتلئ تماما. أو لوجود إلكترونات مفردة، أهو لوجود إلكترونات مفردة، إيه اللي هيحصل؟ هيسهل إثارتها عن طريق الضوء، لأن طاقة الضوء المرئي تكفي لإثارة إلكترونات الدي. العناصر الممثلة مستر فيها إلكترونات مفردة بس غير ملونة، ليه؟ عشان طاقة الضوء المرئي لا تكفي لإثارة إلكترونات الإس والبي. طب كل ما هو بارا ملون وكل ها ما هو ضايع غير ملون. يا رب تكونوا فاهمين الكلام ده. طيب ماشي، يعني ايه ضايع بقى؟ يعني غير ملون، او يعني ايه ضايع؟ يعني الالكترونات كلها ايه؟ مزدوجه او دي فارغ. طيب احنا عندنا حته كده كنا بنقولها لما اقول لك انا عايز اعرف ها مثلا مركبات النحاس الثنائي بتبدو باللون الازرق ليه؟ مركبات الكروم الثلاثي بتبدو باللون الاخضر ليه؟ قال لك عشان في حاجه عندنا اسمها اللون المتمم واللون الممتص. يعني ايه اللون الممتص؟ اهو. ويعني ايه اللون المتمم ليه؟ اللي هو بينعكس. انا عندي مادة دلوقتي زي دي كده سقط عليها ضوء ابيض، مش الضوء المرئي بتاعنا ضوء ابيض؟ الضوء الابيض ده عبارة عن كام لون يا جماعة؟ محصلة 7 الوان. طب لما يسقط الجسم ده يمتص الاحمر، امتص الجسم منه الايه؟ الاحمر، هيعكس كل الالوان عدا الاحمر. هيعكس يعني هو دلوقتي كان ايه؟ الابيض ده محصله 7 الوان. جميل. طب لما امتص الاحمر منهم يبقى عكس محصله كام لون؟ 6 الوان. طب هل محصله السته هيفضل برضو ابيض؟ لا. ليه؟ قال لك محصله 7 الوان ابيض، طب نقصه احمر هيديك لون مختلف. اللون اللي هينعكس هيبقى لون اخضر. يبقى يوصل لعينيا لون ايه؟ اخضر، فانا اشوف الجسم ده اخضر. يبقى لما اقول لك اذا امتص الجسم اللون الاحمر فوتونات الضوء الاحمر من الضوء المرئي يظهر باللون المتمم ليه اللي هو الاخضر. يبقى هنا كده اللون الاحمر اهو لو ممتص يعكس الاخضر يبقى يظهر الجسم باللون الاخضر اللي هو المنعكس. طب لو بنفسجي
يظهر بالأصفر. طيب لو برتقاني ها يظهر بالإيه؟ بالأزرق. فلما أقول لك مركبة النحاس الثنائي لونها أزرق ليه؟ عشان بتمتص البرتقان وبتعكس الأزرق. طب مركبات مثلا برمجانات البوتاسيوم أو أيا كانت المادة مثلا لونها بنفسجي ليه؟ عشان بتمتص بتعكس الأصفر، قصدي بتمتص الأصفر وبتعكس البنفسجي. طيب ممكن تبقى المادة نفسها مثلا كروم ثلاثي وكروم ثنائي، تلاقي ده لونه أزرق وده لونه أخضر. خلي بالكم يا جماعة الله يرضى عليكم، عشان في نقطة كده مهمة، مركبات الكروم الثلاثي المفروض سيادتك تبقى عارف، لأن دي في المنهج عندك لونها أخضر عشان بيسألك فيها أحيانا. مش لازم أنت طبعا أي حاجة تانية مش هيقول لك، مش هيقول لك لونها إيه، لكن إلا لو اداك قال لك تمتص كذا هتعكس كذا يبقى تظهر بإيه، تمتص مش عارف إيه ده. لكن لما أقول لك مركب الكروم كبريتات كروم ثلاثي لونه إيه؟ أخضر. طب أنا أعرف منين؟ عندك في المنهج. طب هنا لما اقول لسيادتك الكروم ده لونه اخضر وده لونه ازرق مع ان الاثنين كروم، ايش معنى؟ عشان لما تيجي تجيب عدد تاكسد الكروم هنا هتلاقي موجب 2، هنا هتلاقي موجب 3. طب ما نيجي نوزع هنلاقي هنا ارجون 18 4S 3D 0 كام؟ 4. هنا ارجون 18 4S 3D 0 كام؟ 3. هنا عدد الالكترونات المفرده 3، هنا عدد الكروم المفرده 4، يبقى هنا غير هنا، يبقى اللون لنفس العنصر بيختلف باختلاف حاله التاكسد، بيختلف باختلاف عدد الالكترونات المفرده. جميل جدا. طيب النشاط الحبسي، ونركز عشان السؤال ده ناس كتير جدا بتعك فيه، ليه العناصر الانتقاليه عوامل حفز مثاليه، او ليه العناصر الانتقاليه بتستخدم كعوامل حفز او لها نشاط حبسي؟ قال لك الاشتراك الكترونات 4s و3d في تكوين روابط بين المتفاعلات. مش فاهم يعني بالبلد كده، انت عندك شويه متفاعلات بيتفاعلوا مع بعض، على ما يوصلوا لبعض ويتكلموا ويخبطوا في بعض وكلام من ده بياخدوا وقت. حطيت في وسطهم عامل حفاز، العامل الحفاز ده عامل زي الخطبه كده اجتماعي، فبيعمل ايه؟ بيعمل علاقه مع ده ومع ده ومع ده، فبيجمعهم في مساحه قليله، فلما يجمعهم يزنقهم في مساحه قليله هيحصل تصادمات جامده ما بينهم كتيره. لما يحصل تصادم في تصادم في تصادم الروابط دي ايه؟ هتضعف. لما الروابط دي تضعف تحتاج طاقه قليله عشان تتفاعل، عشان تتكسر. الطاقه القليله دي اسمها طاقه تنشيط. هي ايه طاقه التنشيط؟ لما يجي الجزء ده يتفاعل مع ده، اولا عشان ده يتفاعل مع ده لازم الرابطه دي تتكسر ودي تتكسر، يقوم ده جاي مرتبط هنا وده مرتبط هنا، يديني ايه؟ مركبين جداد. ففي الحاله دي بنقول ايه؟ حصل كسر روابط. الطاقه اللازمه لكسر الرابطه وكسر الرابطه اسمها طاقه تنشيط، اسمها طاقه ايه؟ تنشيط. اقل طاقه مع الجزيء عشان يتفاعل وقت التصادم. ماشي. طب لما تبقى طاقه التنشيط بتاعه ده كده 100 وده 100، نحطهم في مكان زحمه عمالين يخبطوا في اي حاجه، فايه اللي حصل؟ الرابطه دي بدل ما كانت محتاجه 100 كيلو جول عشان تتكسر بقت محتاجه 50، ودي بدل ما كانت محتاجه 100 بقت محتاجه كام؟ 50. طب انا دلوقتي الطاقه بتاعه التفاعل قليله، الطاقه بتاعه المتفاعلات بقت قليله، كل الجزيئات اللي كان معاها 50 ما كانتش قادره تتفاعل لما كانت طاقه التنشيط 100، دلوقتي هتتفاعل لان طاقتها بقت ايه؟ ها طاقه التنشيط قلت. ففي الحاله دي بنقول ان العامل الحفاز لما بنحطه بيعمل على تكوين روابط بين مع المواد المتفاعله، مما يعمل على تركيزها على سطح الحافز، يعني بيجمعها في مساحه قليله، وزيادة التصادمات فتضعف الروابط وتقل طاقة الايه؟ التنشيط. طب ما تيجي نشوف السؤال عشان الناس اللي بتعك في الحتة دي بيجي ازاي في الحتة دي. سؤال شائع جدا بيقول لهم رسم بياني وهنا الطاقة، والطاقة هنا المقصود بيها حاجة اسمها المحتوى الحراري. يعني محتوى حراري؟ يعني مجموع الطاقات اللي متخزنة في المول من المادة، ووحدته كيلو جول لكل مول. جميل قوي. وهنا اتجاه التفاعل، هنبدأ دايما من الصادي بالمتفاعلات بالإيه؟ سواء فوق أو تحت، اللي جنب الصادي اللي لازق في الصادي اسمه إيه؟ متفاعلات. يبقى دي كده يا جماعة المتفاعلات. ها طيب اللي بعيد عن الصادي النواتج، سواء تحت أو فوق اسمها إيه؟ نواتج. ماشي جميل قوي. من المتفاعلات لحد أعلى نقطة كده اسمها طاقة تنشيط، يعني المسافة دي كده اهي، من هنا
لهنا. طيب يبقى من هنا من المتفاعلات لاعلى نقطه دي كده اسمها ايه؟ طاقه اهي ها التنشيط للتفاعل الطردي قبل ما استخدم العامل. قبل ما استخدم ليه يا جماعه؟ العامل. طيب لو انا افترضت ان انا عندي تفاعل زي فوق اكسيد الهيدروجين H2O2 بينحل لوحده كده ل H2O وO2 عشان توزن بتحط هنا 2 وهنا 2. التفاعل ده بيحصل؟ اه بيحصل، وبيطلع لي هنا غاز الايه؟ الاكسجين اللي بيعمل فوران. اه دي حقيقه بس بكميه بسيطه. مجرد ما احط حته MnO2 ثاني اكسيد المنجنيز عامل حفاز هيعمل ايه؟ هيزود سرعه التفاعل. يعني ايه؟ يعني هيقلل، هيزود التصادمات، فالروابط تضعف، طاقه التنشيط تقل. طب بعد ما كانت طاقه التنشيط من هنا لاعلى نقطه بقت من هنا لايه؟ للجزء ده كده. اه فعلا قلت. يعني ايه؟ يعني بدل ما كانت من هنا لفوق بقت من هنا لهنا كده اهي الحته دي. يبقى دي كده المسافه دي كده اسمها طاقه التنشيط اهي بعد العامل. يعني طاقه تنشيط التفاعل المحفز اللي استخدم فيه عامل ايه؟ حفاز. طب مستر ايه الحته اللي انت نسيتها دي؟ الحته دي كده يا جماعه اللي هي دي اهي اسمها طاقه التفاعل اللي هي دي اهي دلتا اتش بنكتبها كده. لو كتبت دلتا اتش لازم تحط سالب او موجب. طب ده طارد ليه؟ عشان المتفاعلات اكبر من النواتج. المتفاعلات اكبر من الايه؟ ها؟ من النواتج. ودلتا اتش اصلا بتساوي النواتج ناقص المتفاعلات. يعني لو انا عندي النواتج 50 والمتفاعلات 70 يبقى 50 ناقص 70 تبقى سالب كام؟ 20. يبقى دايما دلتا اتش بتساوي اهي نواتج ناقص المتفاعلات. فامتى يبقى التفاعل طارد؟ لو دلتا اتش سالب. طب امتى يبقى سالب؟ لو النواتج اقل من المتفاعلات. امتى يبقى ماس؟ لو النواتج اكبر من المتفاعلات. طيب هنا كده المسافه دي كده انت كنت بتجيبها لنا مستر في اسئله في الامتحانات بتاعت الحصص وما بنعرفش نجيبها ايه دي. دي كده اسمها طاقه تنشيط العكسي. الحته دي كده طاقه تنشيط ها التفاعل العكسي. طاقه تنشيط التفاعل ايه؟ العكسي. اه يعني ايه؟ يعني لو عكسنا التفاعل هيتحول لماس، يبقى من هنا لهنا كده. طيب نقطة تانية، دلتا اتش دي اسمها ايه؟ لما يجي يجيبها لي بالعربي هيقول لي ايه؟ هيقول لي طاقة التفاعل. يعني ايه طاقة التفاعل؟ يعني محصلة الطاقة الناتجة أو الممتصة. هنا طارد يبقى طاقة ناتجة. طيب هتبقى كام؟ هتبقى 20. ليه؟ لأن كلمة ناتجة أو منطلقة بتشيل السالب، السالب معناها ناتجة أو منطلقة. طيب ما تيجي نشوف كده مثال عندنا. لما يجي يقول لك دي الحتة دي كده 150 ودي 250. يعني دي كده اهي 150 ودي 250. المثال ده عندكم في الكتاب. ويديك من هنا لهنا كده ها الحته دي كده ويقول لك دي 200. عايز طاقه تنشيط التفاعل المحفز. الاول تعال نشوف كده طاقه تنشيط التفاعل قبل العامل 150 ها بعد العامل اللي هي دي كده من هنا لهنا. طب هجيبها ازاي؟ مش دي 250 ودي 200؟ اه تبقى دي 50. يبقى النقص في طاقه التنشيط 50. جميل. طب انا عايز دي، مش دي كلها كانت 150؟ نقصت 50 تبقى دي 100. جميل قوي. طب طاقه التفاعل هتبقى ايه؟ هتقول لي كده سالب. اه دلتا اتش سالب. طب دي كلها 250 ودي 150 تبقى 100. ها صعب الكلام ده يا جماعه؟ بنقدر نحسبها. اه نوع التفاعل طارد ولا ماس؟ هتقول لي طارد عشان طاقه النواتج اقل من طاقه المتفاعلات. مفهوم يا اخوانا؟ ها طب احنا كده خلصنا الخواص العامه للعناصر الانتقاليه اللي هي من الالف للياء. فاضلنا بس النشاط الكيميائي. طبعا النشاط فيها بيتباين. يعني يتباين يعني بيختلف، مش حاجه ثابته زي 1A و2A وكده. يعني مثلا السكنديوم انشطه ها بعدين ايه؟ السكنديوم انشط من الحديد، انشط من الايه؟ من النحاس. يعني لو انت قلت لي السكنديوم حطيته في الميه هيطلع لك غاز هيدروجين بيشتعل بفرقعه زيه زي الصوديوم. يتشابه تفاعل السكنديوم مع الماء. معايا؟ مع تفاعل نقط مع الماء، مع الصوديوم، البوتاسيوم، اي فلز ناشط بيتفاعل مع الميه بيعمل ايه؟ فرقعه. طب يتشابه الصوديوم والسكنديوم في نقط تفاعلهم مع الميه، كل منهما له حاله تاكسد واحده، ها؟ كل واحد
بيدي مركبات غير ملونه، السكندم دايما مركباته غير ملونه عشان مالوش غير حاله واحده اللي هي موجب 3، بيبقى المستوى الفرعي دي ايه؟ فارغ. طيب احنا كده على بقدر الامكان حاولنا نجيب النص الاول من الباب اللي هو الخواص. الصبور اللي جاي ان شاء الله نشرح فيها مخطط الحديد والمعادلات والحاجات دي كلها عشان بعد كده نحل ان شاء الله.